أعد الله سبحانه وتعالى لعباده يوم الميعاد الجائزة الكبرى وهي الجنة. وقد وصفت الجنة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وصفا يدل على عظمتها وجلالها وما أعده الله لعباده فيها من الكرامات والنعم، ففيها ما لذ وطاب من صنوف الطعام والشراب، بل وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ولكن ما هي اللحظات الأولى في الجنة وماذا نرى فيها؟ فهذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. اللحظات الأولى للمؤمنين في الجنة لم يرد لها وصف مفصل ومحدد في القرآن الكريم ولا الأحاديث النبوية، ولكن جاء فيها وصف عام لصور النعيم في الجنة، وليس اللحظات الأولى بالتحديد. ولكن تعالوا نتخيل معا تلك اللحظات الرائعة في جنة الرحمن، حين نرى الأنهار والقصور والثمار والخيام والذهب واللؤلؤ والحرير، وحين نلتقي بأحبة ماتوا منذ زمن وغابوا عن أعيننا، وحين يلتقي الابن البار بأمه والشيخ الفاني بابنته والوالدان بابنهما الذي مات صغيرا وودع لهما الحياة، وحين نرى المريض إذا شفي والمهموم إذا سعد والشيخ عاد شابا والعجوز رجعت فاتنة، حين نلتقي بالأنبياء ونسلم على الصحابة ونتعرف على علماء الأمة ونشاهد مجاهديها ونرى شهداءها ونبصر الملائكة بأعيننا رأي العين، ويقال لنا هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والقادم هناك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والجالس تحت الشجرة هو سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، ونسمع صوتا عذبا فيهلل الجميع هذا نبي الله داود عليه السلام، ويتبعه صوت فيقال بلال رضي الله عنه يؤذن، وسنرى أصحاب الأخدود وأهل الكهف وأصحاب السفينة ومؤمن آل فرعون ومؤمن أصحاب القرية، ويقبل ذو القرنين ويروي لنا أبو هريرة ويفسر لنا ابن عباس، ويقرأ علينا ابن مسعود، كما أن الجنة فيها الحور العين والغرف التي يتراءى باطنها من ظاهرها ككواكب السماء الدرية، وفي الجنة يخلد الإنسان فلا يموت وينعم ولا ييأس. وإن الوصول إلى الجنة بلا شك يحتاج إلى سباق بين المتنافسين، امتثالا لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، أي ما يعادل 500 سنة عند الله تعالى، وقد ناسب أن يكون حالهم كذلك بسبب قصر مدة الحساب لهم خلافا للأغنياء. والفقير بلا شك يعاني من أمور الحياة ومآسيها وابتلاءاتها، كما أن حياة الغني المادية في الدنيا تتسم بالراحة، بخلاف الفقير الذي قد يعيش البؤس والحرمان من المتع والملذات المباحة. وفي الحديث الآخر أن أول زمرة يدخلون الجنة صورتهم كصورة القمر في ليلة البدر، بتوافر عدد من الصفات عندهم والتي تدل على إيمانهم الصادق بالله تعالى وصحة توحيدهم. الجنة ستبقى إلى ما شاء الله، والخلود في الجنة إلى الأبد، فأهل الجنة من الصالحين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وهم فيها لا يشعرون بجوع أو بعطش، بل يأكلون ويشربون ما لذ وطاب من أصناف الطعام والشراب التي لا يمكننا تخيلها. وأهل الجنة لا يعطون شيئا فيها أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم جل وعلا، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: إن الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي بصوت يسمعه أولهم وآخرهم: يا أهل الجنة، إن الله وعدكم الحسنى، الجنة والزيادة، والنظر إلى وجه الرحمن. وفي الصحيحين أيضا من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. وروى البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.